اكتسب شارع المتنبي أهميته من المطابع التي يضمها أو في الأزقة المرتبطة به والمكتبات العريقة والقديمة، إذ توجد فيه أول مطبعة تعود إلى القرن التاسع عشر، وتضم مكتباته كتباً ومخطوطات نادرة، وتباع بهذا الشارع الكتب بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها السياسية والاجتماعية والتاريخية. هنا يتسامر البغداديون بين عطور وأفكار الكتب والمؤلفات القديمة والجديدة، وأهم ما يميز الشارع ومكتباته هو تنوع المصادر والكتب ومناهجها وخلفياتها الفكرية.